اسطوره من اساطير الاهلي ومنتخب مصر، الكابتن عماد متعب، عضو رابطه الانديه. كابتن متعب ازيك؟ وحشنا ومبسوطين بنسمع صوتك. هاني، ايه الاخبار؟ وحشني جدا زي جدا والله الفل. العظيم، ومبسوط ان انا معاك. وسلام الكابتن علاء. ازيك يا كابتن عماد؟ ازيك يا حبيبي؟ كابتن الله الاخبار ازي يخليك. حضرتك؟ كابتن انت كمان وحشنا، مبسوطين جدا ان احنا نسمع صوتك. كابتن عماد، عايز اسالك على رايك في المشهد ككل من اختيار المغرب بعد ذهاب السيمي فاينال لاستضافه المباراه مع تصعيد الاهلي، مع قرارات الاهلي بتاعت النهارده. والله، انا وجهة نظري ان فساد الاتحاد الافريقي مستمر، وشطارة الجانب المغربي في استغلال ده وذكائهم يعني. واحنا عندنا الاتحاد المصري عنده خطأ لا يغتفر بالنسبة للموضوع ده. بس تكملة لفساد الاتحاد الافريقي، وده من وجهة نظري، ان هم بدأوا يرموا اسم بكاري جسامة. فده لو حصل، انا على ما اعتقد ان يبقى خلاص المخطط بتاعهم واضح 1000000%. فاتمنى ان النادي الاهلي يبدأ يصرح من دلوقتي، ويبدأ ياخد قرارات ان يطالب حتى بحكام من خارج القارة، ايوه، علشان يضمن العدالة التحكيمية لو ينفع القانون، لو القانون يسمح بده. سامعني؟ سامعك كويس جدا كابتن عماد. ده رقم واحد يعني بالنسبة للنادي الأهلي. رقم علشان اثنين، أنا بكاري وجهة جسامة نظري لما له من سوابق مع الأهلي، اتكلم عنها كتير الفريق. لا، بكاري جسامة يعني معروف، ولو راح وحكم هيبقى عارف، يبقى هو رايح لاتجاه معين، والحاجة معينة محددة يعني، دي هتبقى واضحة وضوح الشمس. ده بالنسبة لبكاري جسامة. بالنسبة تمام. للنادي الأهلي، النادي الأهلي لازم من دلوقتي يشتري ال 50% من حقه في تذاكر المباراة، يكونوا معانا علشان يضمن ان هناك يبقى على الاقل الاستاد مش 100% بيشغل ودان. مفهوم مفهوم. عندك 50% ونص المدرج الثاني يبقى جمهور يا من مليان جمهور اهلي النادي يا الاهلي فاضي. اللي يقدر يروح، والباقي يبقى فاضي. مفهوم. انا دي وجهة نظري بالظبط، دي وجهة نظري. يقلل من الضغط الجماهيري اللي هيبقى كبير على لعيبة النادي الاهلي هناك. فلازم النادي الاهلي يعمل كده، ولازم التذاكر تبقى موجوده في مصر. ايوه انا دي وجهة نظري، تمام، تتفق كابتن لان علاء الحاجات مع دي طرح مهمه الكابتن جدا عماد جدا، متعب؟ مع طبعا مع امكانيات لعيبه النادي الاهلي واصرارهم. كابتن علاء، هو طبعا ايه رايك في كلام الكابتن متعب؟ ما اعتقدش ان الاتحاد الافريقي يعني طور الموضوع قوي قوي بقى بالحكم بكاري جسام، اعتقد اللي هو مش بالسذاجه دي. هو زي ما انا اتفق معاه، اللي هو بدا يرمي يشوف نوع من انواع الاستفزاز، شد الانتباه، تمام. فانا بقول عشان كده قلت لك في الاول ايه، احنا رايحين نلعب يوم فلاني المباراه النهائيه مع الوداد المغربي في المغرب، والحكم فلان الفلاني، بس خلاص. اعتقد